أستاذ هاني، من القناة قناة السويس الجديدة ساهمت في رفع كفاءة الممر الملاحي للقناة، وتمكنها كمان من أنها تستوعب أجيال جديدة من السفن العملاقة. يعني هو احنا اذا حبينا نحط عنوان لهذه القصه او هذه القصه الاخباريه او هذا الموضوع، هنقول ان هناك اراده سياسيه. ما تكون هناك اراده سياسيه بتصنع المعجزات. الحقيقه القناه السويس الجديده، انا مش عاوز استغرق في تفاصيل اكتر، انما اقدر اقول في كلمات انها اعادت رونق هذا الممر الملاحي على المستوى الدولي. ويمكن انا شفت جزء من هذا الكلام في انتخابات المنظمة البحرية في لندن، وانا كنت موجود. ازاي يعني هذا الممر العالمي، وكان موجود الفريق مهاب مميش وكان وزير النقل، ازاي حضورهم بهذه الكثافة وفي هذا الجو الدولي كان له يعني ترجيح لكافة مصر في انها تاخد موقع متقدم جدا في المكتب، او متقدم للغايه في الاول مره في المكتب التنفيذي للمنظمه البحريه العالميه. انا عاوز اقول برضو ان هذه القناه اعادت اكتشاف هذا الموقع، ما زي ما سياده اللواء اشار، وده اللي احنا عاوزين نركز عليه في الان وفي المستقبل، اللي هو محور تنميه قناه السويس. هذا المحور هو انا بعتبره بمثابه قاطرة حقيقية للاقتصاد المصري. ليه؟ لأن سيناء يعني أو منطقة القناة أو هذه المنطقة بطبيعة أنا بعتبرها يعني إنجاز التعبير جوهرة جغرافية، جوهرة يعني غير موجودة حتى على مستوى الكرة الأرضية. إن هذه المنطقة على بحرين بيخترقها ممر دولي بيستوعب حوالي 20 أو أكثر من 20% من التجارة العالمية، يعني فيها كل مقومات اللي هي فعلا منها تحول هذه المنطقة إلى يعني أيقونة اقتصادية أو تنموية على مستوى العالم. يعني أنا برضو سافرت هونج كونج وشفت دبي، حقيقي هذه المنطقة تتمتع بمزايا نسبية وتنموية تفوق هذه الأماكن. طيب إحنا فين؟ احنا بدأنا، لان هناك ارادة سياسية في يعني اتخذت قرارات بان بالفعل تتحول هذه المنطقة الى قاطرة اقتصادية، سواء في الجنوب على منطقة السخنة، او سواء في الشمال في شرق بورسعيد. هناك مخططات، اي هناك قانون او هناك حوافز حقيقية لجذب الاستثمارات العالمية. حال الاقتصاد العالمي دلوقتي يمكن في حالة تباطؤ، أو فيه يعني التجارة العالمية يمكن مش بعافية شوية، لكن أنت دلوقتي عملتي كل المقومات اللي هي تجعل من هذه المنطقة فعلا منطقة جاذبة من خلال البنية الأساسية. يعني أنا بعتبر أحد المشروعات اللي هتمثل علامة فارقة في القرن الواحد وعشرين في هذه المنطقة هي أنفاق قناة السويس. ها يعني احنا كنا بنشوف الطابور يمتد لعدة كيلومترات للشاحنات اللي هي عابرة من إلى سيناء أو القادمة من سيناء إلى الوادي والدلتا. الحياة دي هتعمل نقلة كبيرة جدا في مسألة بقى إيه ربط شرايين الحركة ما بين سيناء وما بين الوادي ومحافظات الوادي. الحياة كمان يعني من حسن الحظ ان سينا دي ما فيهاش عشوائيات، يعني هي منطقه بكر، منطقه قابله فيها كل مقومات التنميه. الشمال فيه يعني مساحات كبيره ما يقرب من 500,000 فدان صالحه للزراعه. عندك 3 مواني في الشمال، عندك شرق وغرب بورسعيد والعريش، عندك في الجنوب ميناء الطور وميناء سياحي في شرم الشيخ، وميناء تجاري في نويبع. عندك كل مقومات السياحة في الجنوب. الوسط صحيح. الوسط فيه مقومات لصناعات يعني عالمية لإنتاج مواد البناء والرخام. يعني في هذه المنطقة أنا شايفها كده. أنا شايف إنها بالفعل لا تقل إن لم تتفوق على
يعني مناطق صناعيه عالميه ضخمة كبيره، انها دي وكبيرة. دي انا شايفها انها ان دي صوره مصر الحديثه.